طبعا لا شك أن جميع الجهات الحكومية التي تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن ستكون جاهزة، وهي جاهزة من قبل من خلال العديد من الخطط التنفيذية، ستكون متواجدة في مواقعها الخاصة بتقديم خدمة ضيوف الرحمن، ولكن ستكون تقديم خدمة الخدمات من خارج المشاعر فقط لتقديمها داخل مشاعر أثناء فترة الزمنية الخاصة بمنى وعرفة إن شاء الله.